السيده دي على تصريحها ديال المنظر كرم عندنا شي 3 ايام دابا ولا 4 ايام تبيع شي هذاك الشيء ديال الكارطون وديال القناب وديال هذاك الشيء داير المحل ديالو ديال بوتيناك ومريح فيه. تفاجئنا تلقاو الدخان العافيه شاعله خارجه من الباب، فرقعنا الباب لقينا السيد مكتف وميت. هادشي اللي كاين على الطوموبيل ديالو بلاصيا كان البارح، هادشي اللي كاين ساكن بوحدو ما معاه حتى واحد، الله يعلم واش ساكن بوحدو او ساكن مع شي وحدين اخرين، هذاك الشيء انا الله اعلم. لما تنعى السيد تيبيع شي في كارطون وتيبيع، انا دخلت للمحل لقيتو الكارطون ولقيتو القنب ولقيتو هذاك الشيء، لقاوه مكتف وميت والعافيه. باش نعرفوا احنا مكتف وميت هي خارجه العافيه، خارجه العافيه. ما يفرقعوا الدراري ولا الدار، فرقعوا الباب، فرقعوا الباب قال بيه لقاو ميت ومكتف. السلام عليكم. بعدا انا شي نتقدم من عند البقال كتبان لي العافيه شاعله السفليه، مالي الدار كان حل المحل ديالو كيبيع البيض حتى هو، كنغوت نقول لهم راه العافيه جاوا فرقعوا الباب دخلوا الناس عاد قول موقف بقاو السيد مول امانه مدي امانته مكتف مدير مكرفص لا اله الا الله.